الرياضة يعني ترى هواية أكثر من ما هي مصلحة. الإنسان إذا ما يحب مصلحته ما يقدر يبدع بيها. فهي الخياطة عبارة عن فن. إحنا الخياطة أساساً متوارثيها أباً عن جد. إحنا ما فد يوم اشتغلنا عامل يم أحد. يعني أبويا وجدي وأبو جدي وجد جدي كانوا أساساً خيايط. فأنا صار لي بالمصلحة ما يقارب 32 إلى 33 سنة. يعني قعدت ورا الماكينة تقريباً أو بديت بالمصلحة وأنا عمري 9 إلى 10 سنوات. والله يعني نعتبر الخياطة هي من المهن اللي قامت بدأت تشح وبدأت تقل. يعني بصاية البضائع المستوردة اللي انفتحت على مصراعيها. يعني قبل احنا كنا اكو عالم كانت ما تلبس الا الفصال. هسه اختلفت الوضعية. دشوف العالم ثلاثة ارباحة صارت بس تصاليح. يعني يجيب البنطلون جاهز مجرد تاخذ من طوله من عرضه انتهى الموضوع خلاص لبسه. قبل لا كنا قبل نفصل وعلى القياسات ولد من عنده قياسات محددة وازياء محددة. هي اساسا حب بدليل الحمد لله. يعني انا موظف زائدا بس حبي للمهنه ما اقدر اعوفها وحبي للمصلحه اللي تخليني دائما. يعني اليوم اللي ما اطلع بيه المحل احس افكو فد نقص بحياتي. يعني ما اعرف اكمل الا بوجودي بالمحل او بهذه المصلحه. اذا ما اسمع صوت الماكينه ما ارتاح. فهي الخياطه يعني حب قبل لا تكون هوايه. حب الله اشتغل من الشورت للسترة. يعني ماكو شيء ما اقدر اشتغله لانه قلت لك احنا ابا عن جد منتهنيها. يعني ما جايها بمصلحة باعتبار من جديد. فكل شيء نشتغل يعني نسائي رجالي. اكو بعض الخياطين يختصون مثلا اكو ناس تشتغل مثلا بس بنطلون. اكو ناس تشتغل بس قميص. اكو ناس تشتغل بس نسائي. احنا لا يعني الفضل الله قلت لك لان احنا ابا عن جد منتهنيها. في مجال الاعمال هواية اشتغلت بدليل يعني حتى بالاعمال التلفزيونية بعض الاعمال نقدر نقول الحمد لله اشتغلت لهم وابدعنا بيها. الديزاين الرجالية هي ديزاين ثابتة عبارة عن قميص بنطلون سترة ما تغيرت. بس التصاميم النسائية لا تختلف. عندك الفستان عندك التنورة عندك الجبة مالتها لانه النسائي اساسا بتغير مستمر. الرجالي لا تشوف كل 5 إلى 6 سنين يلا يتغير لك ديزاين معينة. أما النساء لا فتشوف على تغير مستمر. كل شهر موديل معين كل ديزاين معينة كل شركة تنتج لها فد شيء معين. فهذا اللي دا يصير. يعني فإحنا أساسا الرجالي قلت لك الرجالي أزياء ثابتة